السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نشرح كيف نقوم بالحصول على فيديوهات من أجل الربح من الفيسبوك. لرفع أعلى صفحتنا على الفيسبوك والربح منها. أول شيء قبل أن نقوم بشرح التفاصيل، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. في الحلقة الأولى قمت بشرح لكم بعد ظهور ميزة الربح من الفيسبوك على العديد من الدول العربية وعلى رأسها المغرب والتي أنتمي أنا منها. اليوم إن شاء الله سوف نشرح كيف نقوم بالحصول على فيديوهات لنشرها على صفحتنا على الفيسبوك والربح منها. نجد على رأسها الفيديوهات. لماذا الفيديوهات؟ الفيديوهات هي التي تحقق مستوى أكبر من التفاعل باستخدام الفيديوهات على الفيسبوك. كما نعلم فالفيديوهات أغلبنا عندما يقوم بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بالنقر على الفيديوهات بشكل كبير جدا، خاصة إن كانت هذه الفيديوهات جميلة وكذلك مثيرة وغيرها من التفاصيل. لذلك إخواني الكرام سوف نشرح هذه الأشياء. كما هنا كما تلاحظون تحقق مستوى أكبر من التفاعل باستخدام الفيديوهات. الأشياء التي يجذب انتباه مثل الفيديو، يمكنك استخدام الصوت وحركة وغيرها من الأشياء. هنا بعض الميزات: تحقيق الأرباح من محتوى الفيديو بسهولة. بعد الفيديو أحد أكثر أشكال المحتوى التي يمكنك تحقيق الأرباح منها على الفيسبوك، ويمكنك استخدام إعلانات المضمنة على المحتوى. لذلك سوف نشرح هذه الأشياء. المهم سوف أترك لكم هذا المقال. نفس الشيء بالنسبة لنبدأ عن قواعد تحقيق الربح. هنا سوف نقوم بالتطرق إلى مسألة حقوق الطبع والنشر، وكذلك مجموعة من التفاصيل الأخرى المتعلقة بالربح من المحتوى الذي سوف تقدمه أو الذي سوف تقوم بنشره على صفحتك على الفيسبوك. كما نعلم فحقوق الطبع والنشر، فبالنسبة لقواعد أو سياسة تحقيق الربح للشركاء وكذلك للمحتوى على اليوتيوب وكذلك على الفيسبوك فهي متشابهة. الفيسبوك أيضا تطلب منك محتوى خاص بك، يعني يجب أن يكون المحتوى خاص بك، لا تقوم بانتهاك والطعن وكذلك نشر فيديوهات ليست لك، وعدم نشر الفيديوهات التي تخالف سياسة الفيسبوك مثل قتل الأسلحة، السب والقذف وكذلك الشتم وغيرها من الأمور التي قد تضر كما قلنا بالمحتوى أو بالصورة الخاصة بحسابك. لذلك يجب عليك أن تقوم بقراءة هذه المعايير المتعلقة بسياسة الربح من الفيديوهات الخاصة بالفيسبوك. هنا سوف أريكم سياسة تحقيق الأرباح من المحتمى من المحتوى. يسعدنا تقديم ميزة منتجات تساعد منشئي المحتوى الناشرين في تحقيق مكاسب مالية من المحتوى الخاص بهم. يعني هنا لاحظوا معي، ركز معي في هذه الكلمة، المحتوى الخاص بهم، يعني يجب أن يكون المحتوى الخاص بك. يجب أن تلتزم جميع العناصر المحتوى الموجودة على الفيسبوك بشروط ومعايير مجتمع. يجب أن تقوم بقراءة هذه الأشياء وتعد هذه القواعد العاليات المستوى المطابقة ضد المحتوى الجنسي أو العنف أو البدائي أو الذي يحض على الكراهية وغيرها من التفاصيل. هذه أشياء سبق وشرحناها في فيديوهات عديدة، خاصة فيما يتعلق كما قلنا بالربح من اليوتيوب وغيرها. هنا تنسيقات المحظورة، يتعذر على المحتوى الذي تم تقديمه بالتنسيقات التالية لتحقيق الربح. على سبيل المثال، مقاطع الفيديو بصور ثابتة، المحتوى الذي يحتوي على صور ثابتة وواحد وحركة بسيطة غير متحركة. يعني يجب أن تقوم بنشر فيديوهات كما نقول فيديوهات متحركة أو شيء من هذا القبيل، فيديوهات حصرية وغيرها. كذلك هنا مجموعة من التفاصيل الأخرى. سوف أترك لكم المقال حتى تقومون بقراءة هذه الأشياء، لأن هذه الحلقة أريد أن أشرح لكم موقعين للحصول على الفيديوهات. فكما قلنا لتحصل على الفيديوهات، ربما هناك العديد من الأشخاص يجدون صعوبة في العثور على الفيديوهات، خاصة أن يقوموا بتقديم محتوى خاص بهم. لذلك سوف أجلب لكم هذين الموقعين. الموقع الأول هو بيكسيل. هذا الموقع أيضا يقدم لك فيديوهات جاهزة. بالنسبة لهذا الموقع الأول الذي هو بيكسي باي، تأتي إلى هنا، سوف أضع لك الرابط أسفل الفيديو كما العادة. هنا سوف تقوم بكتابة ترجمة، أقوم بوضعها هنا
ثم نقوم بعملية البحث. بعد ذلك سوف يقدم لك مجموعة من الفيديوهات، أنت كل ما عليك فعله هو أن تقوم باختيار الفيديو الذي تريد. على سبيل المثال هنا تختار إما صور أو فيديوهات، أنا سوف أختار كما قلت فيديوهات، وسوف أقوم برفع فيديو من هذه الفيديوهات لنعمل لها فتح في صفحة جديدة. هذا هو الفيديو كما تلاحظون معي، تقوم بتحميله ويمكنك أن تقوم بكتابة أي شيء تريد. المهم كما قلت فالأمر ليس بالصعب أو شيء من هذا القبيل. بعض الأحيان سوف تجد بعض الفيديوهات، أنا سوف أقوم بتحميله عن طريق الإدمان كما العادة، نقوم بتحميله بهذا الشكل. كما قلت سوف تجد بعض الفيديوهات بحقوق، وكذلك سوف تجد بعض الفيديوهات ليست بها حقوق. من الأفضل أن تقوم باختيار فيديوهات التي ليست بها حقوق كما تلاحظون معي، يمكنك استخدامه كذلك. وبالنسبة لهذا الموقع الثاني فقد قمت باختصار الوقت حتى هنا، يمكنك أن تقوم بالنقر على هذا الخيار من أجل عملية التحميل، وبعد ذلك سوف يتم تحميلك إلى هذه الصفحة. ننتظر قليلا حتى يظهر معنا الفيديو، نقوم برفعه. نفس الشيء هذا هو الفيديو، نقوم هنا بالنقر على دونالد فري. ما قلت بعد أن تقوم بالنقر على الفيديو تأتي إلى هنا، لديك الحرية، لديك مجموعة من التفاصيل هنا، يمكنك اختيار مثلا هنا أوريجينال، مثلا هنا الفولي اتش دي، كذلك السي دي، كذلك النوع البسيط جدا، مثلا سوف نختار الاي اتش دي أو الاش دي على سبيل المثال، ثم تنتظر قليلا سوف يتم رفع معك الفيديو. هذه الطريقة، كما قلت هنا يمكنك أن تختار الفيديو الذي تريد. على سبيل المثال سوف أختار فيديو من هذه الفيديوهات، على سبيل المثال هذا الفيديو. هنا سوف تختار الجودة الخاصة بالفيديو، مثلا أنا سوف أختار أوريجينال أو الإتش دي على سبيل المثال. وبعد ذلك يمكنك أن تقوم برفعه عن طريق برنامج الإدمان بهذا الشكل، أو يمكنك اختيار هذا الاختيار لكي يتم يعطيك أن تعمل على التحميل مباشرة. تنتظر قليلا سوف يتم تحميل معك الفيديو في انتظار عملية التحميل. كما قلت ليس الفيديوهات فقط التي يمكنك رفعها من الفيديو من الموقع، يمكنك أيضا رفع الصور. جيد، بعد ذلك سوف نقوم بفتح الفيديو. لاحظوا معي هذا هو الفيديو الذي قمنا برفعه قبل قليل، وكما قلت لكم سوف نشرح. لاحظوا معي جودة الفيديو، جودة عالية جدا، فكما قلت لكم إن شاء الله سوف نشرح لكم في الحلقة القادمة كيف نقوم بالتعديل على الفيديو عن طريق المونتاج، وكذلك سوف نشرح كيف نقوم برفعه على صفحتنا على الفيسبوك من أجل الربح من خلاله. أتمنى أن تكون الحلقة الخاصة بهذا اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.